وقد أقيمت على هامش انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 للفورمولا 1 سباقين مساندين، وهما الفورمولا 2 والجولة الختامية من بطولة كأس تحدي البورشا جي تي 3 الشرق الأوسط. وحقق السائق الإيطالي لوكا جيوتو المركز الأول في السباق الثاني من بطولة الاتحاد الدولي للفورمولا 2، وعاود سائق فريق يو ان اي اعتلاءه لمنصة التتويج بعد أن حقق المركز الثاني في السباق الأول.